آخر حاجة كمان، ابتداءً من اليوم حتى موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حظر إعلامي وفي تركيز كبير جدًا من الجهاز الفني واللاعبين، ومش هتشوفوا أي تصريحات رسمية من اللاعبين خلال الفترة القادمة. بعد مباراة الترجي عندك ثلاث مباريات في الدوري، يوم 23 و26 و29. بعد كده تروح على نهائي دوري الأبطال في القاهرة 4/6، ثم 11/6 إذا انتهت مباراة صن داونز الوداد 1-0، هتلعب مباراة في جنوب إفريقيا بيوم 11/6 بإذن الله. فبالتالي غلق فكرة الظهور الإعلامي والتصريحات الإعلامية للتركيز في المشوار الجاي. ثلاث مباريات محلية تحسم بهم الدوري بدري، وتروح على مباراتين في إفريقيا عشان البطولة يعني اللي خسرتها العام الماضي. ويمكن في نقطة تاريخية كده إيجابية بالنسبة لنا. لما وصلنا الفاينل أربع مرات متتالية، 2005، 2006، 2007، 2008، خسرنا في 2007 بفعل. السنة دي أو الحقبة الأخيرة دي من 2020، 21، 22، 23 فزنا 2020، 2021 خسرنا 2022 بفعل، وعندك فاينل 2023. يعني نتمنى يا رب يكون التاريخ بيعيد نفسه من جديد، ويقدر الأهلي يكتب رقم جديد، ويكتب كمان بطولة جديدة تكون دوري أبطال إفريقيا رقم 11، والأميرة السمراء تنور دولاب البطولات في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. الإنذارات عندنا حمدي فتحي، عندنا مروان عطية، دول عندهم إنذارين. لا قدر الله أي إنذار في مواجهة الذهاب مش هيكونوا موجودين في لقاء العودة، لكن أنا واثق بنسبة كبيرة طبعا إن اللعيبة هيكون عندها خبرات كبيرة تقدر تعدي المباراة الأولى بدون أي إنذارات، لكن دول أكتر اتنين مهددين لا قدر الله بالغياب عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. ده كان كلام عام وتفاصيل وأخبار وكواليس ما بين السطور كده بخصوص مباراة الأمس بين الأهلي والترجي، وكمان إيه اللي هينتظر الأهلي خلال الفترة اللي جاية.